على صوت الطبول وخلخال الفضة المتدلية في أيدي النساء تجري لعبة الكبارة الشهيرة هنا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، حيث تبرز من خلالها شواهد تراثية وتاريخية خاصة تجري في مهرجان سنوي هنا. يختص المهرجان السنوي بعرض رقصة الكبارة لمدة يومين من أيام عيد الأضحى، وتحديدا الرابع والخامس، وتأتي بعد مراسيم شعبية أخرى تسمى الميدان تنطلق في اليومين الأول والثاني من العيد. هنا يجتمع حول رقصة الكبارة صفان من الذكور والأناث تتوسطهم مجموعة من الطبول، يتراوح عددها ما بين 7 إلى 10 طبول تستخدم لهذه الرقصة. كما يتواجد في المكان مجموعة من الشعراء الشعبيين الذين يتناولون من خلالها العديد من أبيات الشعر الارتجالي، معبرين فيها عن هذه الرقصة وتاريخها منذ انطلاق فعالياتها الأولى قبل حوالي 3 قرون من الزمن. طبعا اللعبة هذه شباب ونساء يلعبوا فيها، شفت كيف؟ ويكون نساء على شق نفوسهم والرجال على شق نفوسهم، ويتم اللعب. وأيضا داخل المدارة يتم لعب 2 أفراد، من عنصر من النساء وعنصر من الرجال، وهذا اللعبة الكاملة يعني عندنا. تتميز رقصة الكبارة بفنون شعبية وتراثية وفلكلورية رائعة، من حيث طابعها الشعبي والتراثي لدى أهالي محافظة المهرة عامة ومديرية سيحوت بصورة خاصة. وتظهر اللعبة جانبا من الموروث الثقافي والشعبي الخاص بالمهرة، كما تتميز هذه الفعاليات الشعبية بصخبها وحماسها الفريد. ومع إقامة فعالياتها تشهد مديرية سيحوت بالمهرة توافد العديد من الزوار القادمين من مختلف قرى ومديريات المحافظة، والزوار القادمين من قرى ومديريات محافظة حضرموت الساحل. هذا الكرنفال الذي يجب الحفاظ عليه، يجب الاهتمام به، لأنه يعتبر جانب سياحي ثقافي يظهر للناس هذا التراث المهري الأصيل الذي يقدمها ابن مديرية سيحوت.
يحافظ الأهالي هنا على هذا الموروث جيلا بعد جيل، ويدعمون مهرجاناتها السنوية المقامة من حسابهم الخاص حتى هذه اللحظة. وخلال عصر اليوم الأخير من المراسيم، يودع المشاركون المجاميع التي قدمت للرقص وإحياء اللعبة من المديريات الأخرى، حيث يجري الوداع قبل غروب الشمس بنصف ساعة إلى هذه الساحة العامة، ومنها يعودون إلى منازلهم وقد انتهوا من أداء المراسيم في حي المدينة القديم. ياسر محمد لبرنامج صباح بلقيس، المهرة.